موني، جزاكم الله كل خير. بالنسبة لحسن المرارة، في بلاد الشام كلها عرفوا إن عصير البنجر لوحده قادر على التخلص من حسن المرارة. بناخده 3 مرات في اليوم، كوباية صغيرة 3 مرات في اليوم قبل الأكل بساعة، بيدينا نتيجة هايلة. إذا ما لقيناش البنجر هناخد عصير الفجل الأحمر. بعد إذن حضرتك في الأستاذ